تانية أبدا. فرصة تانية مسلسل مختلف عن السنة اللي فاتت تماما، هو اجتماعي رومانسي بيتكلم عن كل أنواع قصص الحب، فإن شاء الله الجمهور يلاقي نفسه في قصة واثنين وثلاثة يعني. وياسمين هتجمعها علاقة حب مع أحمد مجدي هتبدأ من بداية حلقات المسلسل. هو المسلسل بيبتدي بخطوبة لكن مش هقولك بينتهي بيه، فالواضح إن الاحتمالات كتيرة على مصير العلاقة اللي هتكون مضطربة. فرصة تانية هو حدوتة، الولد وبنت، عن قصة حب مش مكتوب لها بشكل ما إنها تدوم أو تستمر بشكل جيد، دايما في مشاكل بينهم، فالعلاقة مش ناجحة مع إن هم بيحبوا بعض جدا ومفروض إن هم مقدر لهم هم مع بعض. أنا لما تجيلي فرصة تانية بعتبر إنها الفرصة الأخيرة. فشخصية ياسمين القوية هتأثر بشكل كبير على الحب اللي بينهم. ياسمين هي اللي مش عايزة تيجي على كرامتها أبدا، اللي مش عايزة تحس إن هي ممكن يتداس عليها أو الراجل يجي عليها وحد يقلل منها. شخصية قوية وبنية نفسها بنفسها وكده وعندها كارير، بس ومع ذلك هي بتحب، فهو الصراع ما بين الحب والكبرياء ده. ورغم وجود صراعات كتيرة في المسلسل إلا إن أجواء التصوير كانت مختلفة وراء الكاميرا. هو عشان مسلسل لذيذ وأحداثه لذيذة فبتأثر علينا بشكل عام، يعني أنا كممثلة بتأثر بالدور، فالعملية بتبقى لايت وخفيفة وتبقى الحاجة هادية كده. ياسمين طلعت قادرة على إضحاكك، وأنا برضو بحب الروح دي، أحب دايما نبقى بنهزر وبتاع، بس بنضطر نشتغل. ولقانا مع أحمد كان مليان هزار، خاصة لما قال لنا عن مفاجأة هيشوفها الجمهور في المسلسل بتخص المخرج مرقص عادل. النهاردة عمل أول مشهد لي في المسلسل، الحمد لله إن هو كان دور يعمل مشهد واحد بس، الحمد لله إن احنا تخلصنا منه. فمن كلام أحمد الظاهر إن مرقص عذبهم خلال تصوير المشهد ده بالتحديد. كانت واجهتنا صعوبة جدا جدا في التعامل معاه لأنه شخص demanding جدا ودايما بيعمل مشاكل، النوع ده من الممثلين يعني اللي احنا بنحب نشتغل معاهم يعني، بس الحمد لله عملنا مشهد كويس وتخلصنا منه، واتمنى ان احنا ما نشوفوش تاني في اللوكيشن كممثل. المؤلفين قعدوا يعني عملوا فكرة كده وفعلا انت صاحبهم اللي هتخش عليهم ومش عارف كده يعني، فقلت لهم ماشي يعني، كانوا مطلعيني رخم فاوكي. ومن الواضح ان المشهد ده اتعمل علشان يكسر من جدية احداث المسلسل. دراما اجتماعية كاملة فيها لاين طبعا رومانسي ده اهم سسبنس، بس احنا مش قايمين على السسبنس، هو موضوع قايم على انه دراما اجتماعيه باختلاف بقى تفاصيلها يعني. وبسبب جنري المسلسل التصوير ما كانش سهل عليه، الحلقات فيها كمان سسبنس كتير، طبعا ده تعبني لان الحلقات فيها مشاهد كتير قوي فبتنطط كل حته، انا تقريبا صورت في مصر كلها من زايد للتجمع كل حته في النص يعني. فالاحداث بتنطلق من شركه الدعايه والاعلانات اللي بيشتغل فيها عدد كبير من الممثلين في العمل، ومنهم احمد النجار اللي بيعمل شخصيه اسمها مصطفى. شغالين في صناعه الاعلانات بقى وحاجات كده يعني، ده اللاين الأساسي بتاع الشركة كشغل يعني، بس بقى الموضوع أكتر ليه علاقة بعلاقات الأشخاص ببعضها، ليه علاقة بالحياة الشخصية أكتر بيهم مش بشغلهم أكتر يعني. ومن العلاقات اللي هنشوفها الزواج اللي بيجمع التهال السريتي بإدوارد في المسلسل واللي مش هيكون ستيبل. في كذا مشهد ماستر سين لينا أنا وأستاذ إدوارد مع بعض، وكلها حاجات فيها مشحنات و حاجات يعني عاطفية قوية قوي يعني. فكاركتر شخصية رنا اللي بتأديها ابتهال هيكون صعب. الشخصية صعبة المراس يعني، الناس اللي دماغها ناشفة ممكن ناس تتعاطف معاها وممكن ناس ما تحبش الستايل ده وتبقى عايزة الست تبقى رقيقة أو هادية، إنما كل ما صوتها بيعلى أو كده ممكن بتنفر حد أو كده، فعلى حسب بقى الناس هتتقبلها إزاي يعني. فعلا ربنا لسه كاتب لكم